السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس. النهاردة موضوع حلقتنا هو القضاء على النمل. كثير مننا بتواجهنا مشكلة وهي تواجد النمل، وخصوصا في فصل الصيف، سواء في المنزل او في الحديقة بتاعتنا. النهاردة انا جبت لكم الحل الاكيد والنهائي للقضاء على النمل. الحل ده هو علبة صغيرة كده بتشتروها، هي في الصيدليات ب20 جنيه، موجودة في اي صيدلية. الدواء ده زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، دي العلبة بتاعته الخارجية، هي علبة صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، اسمه اكتوموسرين. هو الدواء ده اصلا لعلاج الجرب والهرش، بس يعني بيعمل اللي ما بيعملوش الادوية بتاعت النمل. الادوية اللي اتصنعت مخصوص عشان النمل ما بتعملش المفعول اللي بيعمله اكتوموسرين. حضراتكم تجربوه وهوريكم برضو الطريقة بتاعته. اسمه اكتوموسرين 5. المادة الفعالة فيه اسمها بيرمسرين 5%، يعتبر هي البيرمسرين ديت هي الأساس بتاعه. طريقة الاستخدام هو إننا بنجيب الغطاء من الإزازة دي بكف لتر. بس في نصيحة هقولها لكم قبل ما نعمل أي حاجة، إننا الشوية اللي احنا هنعملهم هنجهزهم ونحطهم في مية، يا ريت يترشوا على طول، ما يفضلش اننا نسيبه يوم او يومين او ثلاثة، لانه بيعمل ريحة وحشة وبيفسد. زي ما حضراتكم شايفين هي دي العلبة. العلبة دي ممكن تكفي حوالي من 5 لـ10 لتر على حسب ما احنا هنخفف او نتقل الكمية الموجودة. يعني لو عندنا نمل كتير يفضل ان احنا نتقله عشان يقضي عليه نهائي. ممكن نرش حوالين البيت، ممكن نرش في الجنينة بتاعتنا، في الارضيات، حوالين الزرع بتاعنا، مش هيأثر عليه ان شاء الله. بس لو هنروي بيه الزرع ولو رشينا على التربة بتاعته، يفضل ما نرويش بعدها بحوالي 3 أيام كده. حضر مع حضراتكم الرشاشة اهي، دي حوالي 2 لتر، هحط غطا واحد بس. هو اللون بتاعه بيكون زي المستحلبات كده، لونه ابيض ما شاء الله. الدواء ده يعني مفعوله رهيب والله. حضراتكم مش هتشوفوا بس اللون عشان الازازة غامقة شوية. انا السنة دي الحمد لله مفيش ولا نملاية عندي في البيت ولا في الحديقة، بفضل ربنا ثم فضل الدواء ده. يعني ده شايف انه اكتشاف. ده حضراتكم الدواء قدام حضراتكم. ياريت لو اي حد عنده استفسار او مش لاقي الدواء ده يقول المكان اللي هو مش لاقي فيه، وانا هحاول اوفره لكم. ولو عندكم اي استفسار عرفوني، وشوفوا برضو لو محتاجين تعرفوا حاجة، محتاجين الحلقة الجاية نتكلم عن موضوع معين، سواء عن الزراعة او اي وصفات او اي حاجة نفسكم فيها، وانا هحاول اشرحها لكم. وشكرا لمتابعتكم، وشكرا والسلام عليكم.